والحقيقة الطلاب نفسهم طلاب الجامعات أعلنوا عن سعادتهم بالمشاركة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية بعد اللي شافوه من أنشطة وفعاليات. خلينا نشوف الطلاب قالوا إيه. والله احنا من ساعة ما جينا هنا الأجواء هنا جميلة جدا، المدينة جميلة جدا، يعني حاجة محترمة، حاجة المصريين كلهم يفخروا بيها. وبنشكر طبعا السادة المسؤولين والقائمين اللي عملوا المكان العظيم دوت، واحنا مستمتعين جدا بالبطولة. وجينا والحمد لله ولعبنا وانبسطنا وخدنا في البطولة في الآخر. التكريم جميل والله، والوزير سمع لكل طلباتنا وكان لطيف جدا معانا وتصور معانا ونزل لعب معانا كمان، واحنا مبسوطين جدا. والله المدينة دي من أجمل المدن على مستوى مصر وإن شاء الله على مستوى الشرق الأوسط. مدينة ساحلية جميلة، أرجو إن الناس كلها تيجي وتشوف المكان الرائع اللي موجود عندنا هنا، الموجود عندنا هنا في مصر. مدينة قضينا يومين حلوين جدا في مكان من أحسن المناطق الساحلية على مستوى جمهورية مصر العربية. مدينة جديدة، مدينة جميلة، رجاء ان الناس كلها تيجي هنا وتشوف مدينه العالمين الجديده. والله احنا الحمد لله حصلنا على البطوله وخدنا المركز الاول، والتكريم تكريم على اعلى مستوى يليق بالمكان اللي احنا متواجدين فيه، مدينه العالمين الجديده. المهرجان مميز، يعني في حاجات كتير حلوه، الناس برضو يعني على اعلى مستوى بصراحه، يعني واحنا يعني كلنا اخوات، يعني كلنا في بعضينا. يعني كسبت في مسابقه الفنون التشكيليه النهارده، كنت بعبر عن حاله بتعيشها فلسطين مؤخرا اسمها اصحاب الارض. اصحاب الارض كنت بمثل فيها البطل الام الفلسطينيه بالزي التقليدي وبنتها واقفه معاها، هي المستقبل بتاع فلسطين، بتتطلع ليها لحاله الجلد والصبر اللي هي فيه بتعيشه. يعني الوزير والشركه المتحده فعلا دعمنا جدا، والاجواء فعلا رائعه جدا في العالمين، وفعلا ساعدتنا ان احنا نبدع والقعده جدا جميله جدا. هي فعاليات كويسه والله، ومشكورين عليها يعني ان هم بداوا يهتموا اكتر بالجانب الترفيهي للشباب يعني هنا في مصر، وان هم عايزين يطلعوا كوادر شابه تنافس بره في دول العالم الثانيه. شاركت بعمل فني في اتجاه الاشغال الفنيه والاشغال اليدويه، اشغال خشب وبلود وخيوط، واخترت اتجاه العالم عالمين، ان انا ادمج ما بين قضيه فلسطينيه والتراث المصري القديم. وشاركت عن طريق الجامعه، رشحوني بان امثل كليه التربيه الفنيه وجامعه المنيا. اشتغلنا كل يوم، كنا من الساعة 4 حوالي لحد الساعة 10 بالليل بنشتغل كجروب. الشغل ممتع جدا، والحمد لله النتيجة مبشرة، مركز تاني.